الثاني طبعا إذا قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنه المني إذا خرج يخرج بلذة وتدفق، يخرج بتدفق، فإذا خرج لأنه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه الغسل. فهم اتفقوا مع الشافعية في أنه إذا خرج وجب الغسل، سواء خرج من مخرجه. الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في هذا، أنه اغتسل لأنه تحرك داخل الجسم فاغتسل، ثم بعد ذلك خرج بدون لذة، قالوا فلا يغتسل هنا. الشافعي يقول هو لا يغتسل حتى خرج، إذن هما يتفقان على أنه يغتسل في مثل هذه الحالة، لكن لو تحرك داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعي لا يغتسل، وعند الحنابلة إذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرض أو برد طيب فإنه لا يجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة، لم يخرج بلذة. والأحوط أن الإنسان إذا رأى المني فإنه يغتسل.